ديونغ، كرة ملعوبة في الجهة اليمنى، استلام من جانب لاعب رقم 8، هو خطيرة. المنتخب الفيتنامي يسجل أول أهدافه من كرة سريعة، وبعد ذلك ينجح في الوصول إلى شباك نور صبري ويفرح الجماهير الفيتنامية بهدف أول. الوقت الأصلي انتهى، الوقت المحتسب بدل الضايع انتهى، الفرصة الأخيرة للمنتخب العراقي، كرة أخيرة، فرصة أخيرة، محاولة، وحكم المباراة يشير إلى وجود ضربة جزاء. الله، في هز شباك فيتنام هنا في هذه اللحظات، أسد الأسود، جول! العراقي يعود في الوقت القادم.